بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخيرات والأنوار والسعادة والتفاؤل والخير والبركة على عيون أحبتي في الله، وحشتوني جدا من آخر فيديو. أنا هوريكم طبخة روعة النهاردة، بتفطري 10 أنفار أو تعملي سندوتشات ل10 من أولادك ببطاطساية وبالطين. أهوت الفيديو بيتكلم عن نفسه، يلا غرقولي الفيديو باللايكات والاشتراكات. بطاطساية سيحتيها في السل وحطيتيها في الكبة وعليها عودين كزبرة وشوية ملح وشوية فلفل اسود وفوقيهم البطين، واديها منين ما يوجعك في الكبة، ضرب خبط ورزع ضرب خبط ورزع. كل الفيديو دقيقتين يا جماعة، يلا نوروني بالاشتراك واللايكات. اهو البطين محطوطين على الكب في الكبة، وهنضرب الخلطة الجميلة بتاعتنا دي، وهتشوفوا بقى الطعم روعة. وهتأكلي 10، عايزه تعمليها عشاء، جاي لك ناس، عايزه تعمليها فطار، عايزه تعمليها سندوتشات المدرسه. الخلطه جاهزه يا جماعه اهي، شويه زيت صغيرين في الطاسه. انا اسفه كترت الزيت شويه، بس هو الزيت المفروض ما يكونش كده، المفروض تحطي بس 4-5 معالق بالكتير. انا مكتره، عملت غلطه في الحته دي، فبس سامحوني قلت هعدلها معاكم في الفيديو اهي. وتقومي ملحوساه كده. انا طبعا استعملت العيش ده، انت اي عيش عندك يا حبيبتي، اي عيش لو عندك حتى عيش بلدي وفتحتيه زي كده وحطيتيه رميتيه على وشه على الطاسه، هيطلع عندك روعه. وتقومي جايه قافلاه بعد كده، يعني ممكن تفتحي العيش البلدي عادي تحطي على وش وبعدين تسويه وتقومي مغطيه بالوش التاني كانك عامله سندوتش، بس روعه، وبيشرب من العيش نفسه، بيشرب من التتبيله والاكل والخلطه دي، بيبقى روعه جدا جدا. هو ده الفرق من ان انت تعمليه تسوي الخلطه لوحدها وتحطيها في العيش، او ان انت تسويها بالعيش في الطاسه، بتبقى روعه لما تتسوي، بتبقى احلى من الحواوشي. ان شاء الله دعواتكم، وان شاء الله هتعجبكم، ومبروك ان شاء الله، وفيها البركه بامر الله تعالى. اللهم بارك اللهم بارك. هتاكلي بيها 10 أنفار ان شاء الله، وربنا يرزقكم الخير جميعا يا رب يا رب يا رب. اهي بتحاولي ان انت تقلي بيها بس بايدك كده، شوفوا الجمال، روعة، وريحتها روعة وطعمها روعة. هتأكلي ولادك اللهم بارك 10 سندوتشات. وزي ما قلت لك يا حبيبتي، اي عيش عندك، انا هو ده العيش اللي كان متوفر عندي بصراحة، فقلت اعمله، مفيش مشكلة. انا بحاول ما اخليش حاجة تقف قدامي يعني. والكزبرة مخليها ريحتها وطعمها روعة، شوفوا اتفرجوا عليها ازاي، بألف هنا وشفا اللهم بارك. يلا شير وسبسكرايب، فجروا لي القناة، وان شاء الله اللي دخلت ومعملتليش سبسكريبشن تعملي سبسكريبشن وتنور لي ان شاء الله، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله جدا جدا جدا، وانتوا اللي بتضيفولي مش انا اللي بضيف لكم. ان شاء الله ربنا ما يحرمناش منكم يا رب يا رب، يخليكم ليا. والسلام عليكم ورحمه الله.